ترى جيت مع عادل. انا بديت الفوز. اول ما دخلت قال يا اخي وجهك ابيض. اول ما دخلت ايش عندي؟ لا خلو يرقد، خلو يرقد، وجود زي عدم. قلت طيب العبره بالخواتير. ما قلت انا لا تعال تعال مين اللي جاي يصحيك؟ تعال مين اللي جاي يصحيك؟ صالح مدري وصالح. لا والله لا اي والله والله جاي. انا جيتك لقيتك جالس قلت يلا مطبخ. لا ما لك داعي. لا ما قلت. تحلف بالله اللي صحاني ما ليش خبور. تحلف بالله تكذب وبث تكذب وبث يا اخي. لك من الله يا علي ايش تبغى؟ والله فادي ان شاء الله ان شاء الله نجي معك يوما ما ونهجمهم هجمه ساحقه وماحقه ومتلاحقه. هجم ما ولا؟ الماء هو السوق يجيبه. ومن لا تقاضى حيك محليمات، هو دور خله خاصمك في اي مجال خلاص لين تفوز عليه بعدين يصير اصدقاء. لا انا بديت افوز عليه. لا خصمي ترى هو يقول الخليفه هادي يفوز لاني احبه. حطك الاسبوع الجاي بعد كيف اصبح كيف اصبح كيف اصبح كيف اصبح الله يمسيك بالخير طال عمرك. مرحبا بهداه صباح الخير. كيف الحال طال عمرك؟ انتظر بس فرصة ثانية عشان اصبح بالخير عليك لكن ما سمحت. الله يطول بعمرك. شكرا لك. الله يجزاك خير. مساك الله بالخير. متسابق معك سام الشمري. يا ولد. ودك فقرة المطبخ يكون فيه لبس افضل. ايه لازم نطالبه وبطلع ايه دام كل شيء مقطع سهالات بس ودي نخلون هواء يذبح عوده عشان عاد ياكلون من هالوقت بعده كم يبي له وقت وش وقت ساعه نفس انا ما من هالاسبوع الجاي معه. ها انا ما من الاسبوع الجاي انت ما ادري انا عمر هذول يقولون ما ادري اللي معنا ما تخبر عادل وش هو انا ما من الاسبوع الجاي ما اعلم حيو حي ما جاب لا انت يا اخي يا رب لا لا مضبوط عظيم اي والله عطني فنجير خلي اليوم غرب يعني اي عسى الله يعين اليوم في البراء قصه ما اي جاي 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 ودي غسل كل امانه كل امانه انا جاي وكل شفافيه شوف ابي بكل امانه وبكل شفافيه انا غديت تسني منه من الستة توقعاتك يطلع ها منه من الستة توقعاتك يطلع الستة الستة مرنادوهم خلونا اليوم انتلط فيهم جدا ما كان يبون اهتم من اللي تحس انه حرام يطلع لا لا حطه تحت تحت اسلم سبوق ينثر الغبوق عوايد عوايد السؤال ينتقل عندك يا استاذ عادل ها ايش مساك الله بالخير مرحبا يا هلا مرحبا شوف اسمع الإجابة بعدين برجع لك الستة ها من بيظهر منهم اي توقع مو بظهرين كلهم ان شاء الله ها انا بظهري لا والله واحد منهم الماء وينه لا لا بكل امانة يعني بكل شفافية يعني انا تسني واحد في الجلسة قال تحداني اسوي لكم العشاء بدون ما اقوم قالوا تحداك وجلس قال فلان عطني كذا فلان عطني كذا فلان وانا يا قربي منه طيب استاذ شخبوط سؤالك غبي انا احاول اني اغيره اتلف فتوى ادوي اللي صار انت 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 ما عندك شفافيه ولا عندك صراحه بالموضوع صراحه وانا احط الصراحه طيب يا شخبوط اسمع من تحس انه للحين ما قدم شيء حرام انه يطلع لازم نعطي فرصه يقدم له شيء هذا ما باي احراجات ما باي شيء بالعكس لا فات الفوت ما عاد ينفع الصوت واحد
يلا الرجال بيظهر ان شاء الله انه مو على حشوه. لا تحس انه حرام يدخل مرحله الخطر للحين ما قدم شيء. لازم نعطيه فرصه. ما في اسم، ما في اسم محدد. اقول لك اسمه؟ قل اسمه عادي. خلاص اسمه طول عمر بدون اسم. وصلت. استاذ عادل مساك الله بالخير. سم. شلونك؟ مرحبا. السؤال انتقل عندك. سم. منهم الست؟ انا اتوقع اللي بيطلع واللي صراحه والله شوف صراحه هم كلهم اسماء قويه. ايه متقاربهم بعض، ما تقدر تضمن اللي يجلس واللي يطلع. لكنها خيره، اللي بيطلع خيره له واللي بيجلس خيره له. نعم صح. اي والله. السؤال الثاني، من اللي تحس انه حرام دخل مرحله الخطر لانه ما قدم شيء، لازم نعطيه فرصه يقدم؟ اترك السؤال لاخوي شيخ. ما في، كلهم قدم الله يبيض وجههم. لا تحس انه نعطيه فرصه شوي؟ لا كلهم ما عاد في فرص. وعادهم بيقدموا. طيب نعكس السؤال، من تحس انه قدم خذ حقه ودخل مرحلة الخطأ؟ السؤال بجاوب عليه اخوي شهود. ها؟ تحس انه خذ حقه وزيادة خلاص. يعني قدم ودخلوه مع الستة؟ ايه كلهم. شيخ بوز ما انت معينه وراها. لو طلبوا منك ترجع واحد. عيقوك كلهم. اجمعهم يا طول العمر؟ كلهم، خليهم واحد واردهم. على شكل انسان واحد. نعم. اليد الاولى محمد شهران، اليد الثانيه محمد زعيز، على الراس النجاشي، يا مجيد فهد. سم. حاول اغير اسئلته. شر عليه. طيب اسال فهد، ترى فهد صريح ما هو مضبوط دبلوماسي. لا ابو حمود انت عندك شفافيه وصراحه بالموضوع. معروف فهد الشفافيه. ايش بغيت طال عمرك؟ بغيت توقعاتك من سته يطلع. واحد من الثلاثه اللي بيجون على ستيل. ها؟ واحد منهم خارج. عز الله إجابة مقنعة. صراحة أقنعني، والله أقنعني. يقولوا فسر الماء بعد الجهد بالماء. يا فهد وين الماء؟ يا مدور. شنو؟ هو شو اسمه من؟ أبو مسفر. متحمس تسمع شيلة البرايم الجديدة. ها؟ متحمس علي. تسمع شيلة البرايم. لا والله بتشحننا. وأنت يا أستاذ عادل. جميلة والله، سمعتها. سمعتها؟ صدقني ما سمعتها. اني متحمس اسمع البرايم اكثر من اللي طلع. لكن انا عندي احساس اللي بيطلع اسامة الشمري. اسامة استلم. ترى حركات هذه نسويها بحايل حنا. استلم ماخذ دبه حنا نرمي اكبر من كذا ترى. الزرقة خبره ما شاء الله. الدفور ناخذ نرميه ما شاء الله. الله لا يهينك. خله هنا. ما اخذتها من محامص؟ ما عاد جيب الله. لا انت. أنا وشخبوط نناشد الإدارة أن طلعنا النفود. لا بالله أنا ما بي الدينمو ذا، ما بي مو الدينمو. ها النفود نفود ذا القيض. ما بذا الحين. نو ولا بذا الحين، نبيها عقب. نسوي ريلتي بالنفود. هذا هو الكلام. هذا كمان أبعب بالإذاعة. السلام عليكم. والله تكفى يا سلطان. والله وقته. انت عومس. وين؟ لا تملا. اسحب يا حندي. ها؟ من عاجبك؟ سلطان بالله سوي لي مساج براسي. ها؟ صار راسي بينتفخ بينفجر. يا رحيم؟ هذه المساجة بالراس. ايوه. يا رب عينك. الله يخلي سلطان يدخل الجنة. اليوم ما في عدليات؟ ها؟ اليوم لا، اليوم ما في. اسوي لك نظام ال حلقين. ايه. ها؟ ورني. والله يا ريت. لا زدها بعد شوي. اليوم والله ما مسوي. انت شرط علي انا بجلس. سلطان خلك هنا. انت متسوي
حلو رايح ابي كذا والله تكفى ضبط لي معك. طيب ترى انا كذا احب اجي تعال هنا قدامي تعال عطني قفاك. طيب ليه ما تجي وراي ونختصر الموضوع؟ تعال اجلس هنا. والله ترى مسك لك خير في العضلات والله بوردي. انت تعرف كذا ها؟ تعرف انت حق كذا ها؟ والله تكفى بالله. انا عندي بالدور. مشكله، انا عندي مشكله هنا، انا عندي مشكله هنا. لا اله الا الله يا لا لا ما ابي شيء بس بمشي. سير خذوا دوا حالات كل بوسي وقال بوسي عدو دودي ودودي دودي تكو تكو ورجينهم النشتي ورجينهم ورجينهم مركز بالراس ترى رانيا ما شاء الله. لا 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 في طريق مع رانيا في طريق مع الخرمه خلاص وقال بوسي وين مع طريق الرين نفسه هذا اللي بيجي مع ذا تحرك الدم عندك شوي والله خبر ضارب نعم نعيمة خذوا كبريسات تعرف هذه حركة النوت هذا حطت كذا فك يدك الحلاقين يا يوم سولك زي كذا تعرف هذه كذا فك يدك وإذا ما تروح ما خط حاجة أوه ماي جاد كم حسابك؟ كم حسابي؟ يا خابر تاخذ يسار هذا الطريق حظا نسلمك تربة يا أخي أستحي أسوي لك مساج الراس يا جامعات فيها قل ليش؟ أحس في معلومات راح تطير كبير تربه ايش كبره؟ يا الله الله يوفقك ترى كل ما أخلصت في عملك كل ما أخلصت مهلا سامة لا تخلق ترى كل ما أخلصت في عملك كل ما طولت والله أني أدعي لك خلاص خلاص الله يشرح صدرك هلا جامعة ظاهر عام تخبوط يفوت كل مساء يفوت كل مساء يا اخي ذا الولد ياهو ذا حياه ذا الولد والله احبك والله احبك واموت فيك بس لا تنام جنب فهد و انت جامعي والله وش تخصصك كيمياء كيمياء هي ذمتك ايوه ما شاء الله تبارك الله خلصتها يا اخي ما شاء الله ما شاء الله اذكروا الله يا جماعه عليه الحين انت ما شاء الله عليك الحين من يوم خلصتها وانت حاطها لذحين ما شاء الله ومخلصها قبل 5 سنين ما شاء الله اجل قلت لك بتاكدوش تقريبا تدري هذه الحركه تبدا هذه الحركه اللي احنا في راسه اللي قاعد نسويها تدري في شيء يغني عنها ما بعيد طيب الهواء السوداء العسكريه هو كي الرقيب شيء هذه تغنيك عن نكبه اللي تخصصك عالي في كيمياء جالس تعليم مختبرات بس كعسكرية الأغلبية تجيك شريعة لغة عربية إنجليزي قانون حبونها القانون يلا يلا درس فيها يلا أخوان والله حسني عدت الحياة من جديد شوف أنت حسيت أني ترشط 90 يوم قدام ما أنت مش هاي هلا هلا مرحبا عدم كيف طول عمرك يا مرحبا يا هلا مرحبا عدت ايش تسأليش 90 يوم قدام والله يا قاني خابر عندها الله شعرت فيني انا ومهند مع الحر راح تربوه تسين سالف انا مهند سلطان والله فاتك لا والله ها حركة إيه ديرتم بعد ها؟ لا والله تراك للبقوم ها رضوان تعرف تسوي نفسك فهمت قصدي ولا انا وصلت بس انا شكلي اقول ما ادري السالفه ولا اعرف السالفه ولا انت لفيت تعرف تسوي نفس سلطان دخلنا سلايد عليك شبلي شبلي جدا ها دخلنا عليك سلايد فهد سلطان سلطان ها؟ ايش فهد تعرف تعرف ما السناب ذا والله حلو تعرف تسوي نفسه؟ ما يعرف ما يعرف لا حداد يعرف قبل ما يعرف اتحداك اتحداك انا اتحداك شي 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 سوي في واحد في واحد سوي فيني اذا ضبطت لا تسوي في وسام لا سوي فيني اذا ما ضبطت تسوي بهذا لا لا فيني انا راسي اصغر انا راسي اصغر انت في معلومات كثر زحمه انا ما في شيء والله فهد ما منك نفعه عيالنا خير والله فهد ما منك فايف فهد فا شفت اخر شيء يقول لك ما منك نفع فايف فهد فا مصدح انا مصدح انا متغير متغير له يومين متغير متغير مره 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 والله لو الشباب كلهم يتغيرون ما عدا ذا ما يتغير يا رجال والله يا رجال هذا فهد ذا ضبط لك كفي معك لا انت هذا فهد يا ولد هذا فهد ايش شايف منه ما شفت منك عيني والله وش ما شفته منك طيب بس نظر طبيه الحقد الدفيل
شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما قربت والله بيض الله وجهك على الحركات اللي سويتها. الحركات ها تمشي بلحظة احمد الفراج اقول له تقهوى معي يقول لي ابى اتغدى. تبغى تقهوى هناك تقصد؟ ابى اخذ قهوتي اخذ كوبين يا اخي كبار. يلا يلا سلطان عشان اعطني ملح. حصه ثانيه تبي حصه ثانيه؟ لا 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 سلطان سلطان اذا بتسوي له لازم تسوي خلاص حجزت ترى سلطان اذا بتسوي لازم اسامه اتبعك. وين؟ اي تغديت على عدل تغديت جعل في العاده احبك والله. غدا منين؟ برضو فهمت والله يلا قول كاتب ايه جاكم عطاري واحده بالظهر حلوه لا جوا لا لا ما في جوا ما لنا شفاف وراكم بعد دقائق معدوده احنا بنروح ناخذ قهوه بس لنا احنا بنروح تعود يا سلطان ايش تعود هنا اي بعود يعني عطنا لا انت ما اتوقع الكاسات الصغار وكاسات الوسط على وراه الشحن كم شي الله يحفظك غير ثاني يا خالي سلامتك خالي والله اني استحني يا عمر عليك يا قلب انت شايبنا تمروني بشي الربع سلامتك جاني مبتي استودعناكم الله استر على ما واجهتم منو ذاك اللي من الشعار اللي يقول لا تستر على ما واجهت اللي من علومها الطيبه لا تستر على ما واجهت اللهم من قصيدة والله اني ما ادري ايش ابياتها اها هي هي اللي تنشد الناس عنا القهوة القهوة كبرت بس القهوة جاي جاي الكبر ولا عادة جاينا لذا الحين ما شاء الله عادنا اليوم تسنده يبرد ايه ها ايه سلطان علومك والله تمام سلطان اشغلنا ما خلانا ارقد اليوم والله لا نمت كويس وانت من نمت انت ترى شو نمت نمت من انت وهو وانت عقب ايش انا ما نمت كويس ما نمت كويس بعد ما قوم كنت الشهري بلا تسولفون بعد ما زعجتونا اخوان دخل غرفه شخبوط يوم قال لا اسمع نفس ايه وقتها قال لا اسمع نفس كل احنا سكتنا ونمنا طوالي صدق والله ازعاج يا ولد في سوالف روح سولف برا عادي والله شوف انت فهد تخرج وتخلي الباب مفتوح انا اقفل الباب ها الشمس في وجهي انا هذا تعرفون مقوله لا تؤجل عمل اليوم الى الغد هذا هو وتعلمتها منك صدق والله كلش حاضر بحاضر طار زنجبيل في عيوني الله يسلطه لا شوف عنا المفروض يا ها ايه اسمع يا شخبوط انا عندي راي وش رايك ها الليله نعتمده من الليله اي واحد مزعج انجر نرسل العيال ضلك يرقد عندهم لا ضلك بعد مثلنا انا خلاص نعتمده اللي بيسولف يظهر برا ما انك تجيني يا سلطان انت فهد الشهري لكم وندقه ما في ما في خلاص ميت اللي فاد فاد حرم عليك طيب ومسكين وهادي اشغلته لا اله الا هو كم باقي لنا يجي شهرين وزيادة اليوم العموم كله ليه ما يخلوا اليوم بيومين نفس النظام خدمة شرورة ايه السنة بسنتين يقول العموم اليوم كله خمول لا تلوم لا اماني راقد اللي راقدت ما شاء الله تبارك الله انا والله ما شنو ما فهاد من يوم قام هو يتمغط سنها مغاط عامل
ما رقد الا بعد الفجر. واط عامر. لا اسمع قام فهد يتمغط. تعرف سالفة مقاطع عامر؟ لا سالة سلطان. سلطان اعرفها سلطان. تعرف مقاطع عامر يا سلطان؟ لا والله. هذا واحد شاف ابوه يتمغط. قال عامر الظاهر نكتب العرس. قمون عليه يزوجونه. يوم اصبح لا له اخت. يوم اصبح تقوم اخته تمغط. فلانة وش بلاش؟ قالت فيني مغاط عامر. فانتم مغاطكم اليوم الظاهر كلكم تبونه. ها؟ في حد ما يبى العرس. على قولة سلطان ما في حد ما يحب. لا انا والله ما اش نوم اليوم. وأنا لا والله انا رقدت والله. وانا اصلا نومي خفيف خلقه خفيف كذا. لكن تاخرت ما جاني النوم من بدري. اشوفك اجلت تحسبك رقدت. ما اش نوم. وغاروا عليك بذا المطبخ. توك تخيل مصلين الظهر وفاسخن ثوبه بيقيل. لهم فهاد قال المطبخ هو ما هم معهم. اختاروا قرعه وطلع معهم. تكيت انا قال تكفى غيره تكفى غيره قد ما انسدح. انا كنت انا وفهد الشهري وركان وبخيت في المسرح هنا يوم صلينا رحنا هنا يوم خلاص الحين جيكم ماشيين. قلت عيال المطبخ سحبوا الاسم ولا ما سحبوه؟ قالوا بعد احنا ما بعدنا مشانا. قلت خلونا شوي عشان اسحبه قاعدين يسحبونه ويكون مجمعتنا. قال لا مشان يلا باقي خمس دقائق بيبدا بنمشي منك. قلت هات ابو العلم انا والله فيني نوم بروح ارقد لكن اسمي حاسس اني بيطلع اليوم. قال فهد لا راح ارقد بس راح ارقد. قلت واجي هناك واغير الثوب يا رجل بالنوم. قلت باخذ لي والله قده منسدح باخذ لي غطه هذا العصر. يا ما انسدحت. قال لا صالح ما ابو صالح 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 معي. وين فهد وين فهد؟ وانا اسكت شوي يا فهد يدير الغرفه الثانيه. هذا القيلوله اللي يقولها على غامدي. ايه زين يقومه. قال انت فهد؟ قال لا فهد في الغرفه الثانيه. هم جابوا طباخ شيف؟ لا ما جاء يا اخي. ودك فيه شيف ودك فيه لبس بعد اللبس ذا الساتر اللي من قدام. ابك الشيف يغنيك عن هذول اللي يجون يذوقوا اليوم. تصدق بالله يا من اقلي الزيت في البصل وديه يا الثيابين وعاد راحت يطير بيطير على. ايش طبخه اليوم يا فهد؟ باذنجان. باذنجان بس وبطاطس ومعها اما من هيدام فالاخير طلع هيدام. وصفه ولا بدون؟ اي وصفه. اخذت الوصفه عادل قال لازم وصفه. قلت يلا يا ولد. تعرف انت خصمك قوي نايف يطبخ. كنا خلنا الناس بالوصفه يمكن يجي فرق درجات بسيط. وطلعت انا تقريبا الطبخه نفس بعض حول بعض عندهم. بس احنا قال لنا عندكم قال البطاطس كلها يعني فيها شويه اقوى هنيه وهنيه. بس انا قال قيم. من اللي متذوقين عندكم هذا؟ ما في احد. هو بس. ليه؟ رايه هو بس. والاربعه؟ ما جا احد. بس يوم عاد ذاق هو خلص قال قلت احنا بنذوق وبنعطيك العلم. لكن ما معتمد يعني صراحه ما معتمد. تصدق انها تغيرت ما عاد نفس الاسبوع اللي راح؟ ما عاد نفس الاسبوع اللي راح. هذا يذوق وذا يذوق. لا ما هو ازين. لا لازم شيف هو اللي يحكم فيها. الشيء بطيء. حتى المقدم الحين متشتت ترى. شوي يروح الطبخ دي شوي يروح الطبخ دي شوي يروح يذوق. ما المفروض جالس على كرسي كل شيء مع واحد ولا اثنين. صدق دخلت المطبخ وطلعت ما سألت ولا سؤال واحد. هاشتاق ما قراه ولا قلنا ولا كلمة منه. شوي معدا ماشي. ولا المفروض ان انا اشوف ردة. لا لازم اسئلة. يقرأنا ما قرأنا ولا كلمة. سلطان انا معجب. معجب حبيبي والله. الله يسلمك.
الهدوء الذي يسبق العاصفة. الهدوء يسبق العاصفة. الهدوء الذي يسبق العاصفة. بوزون اللي مكتوب في قبولك وش معناه؟ بوزون. اي مكتوب فوزون. شو اسمه؟ فو لقلقلي صح. فوزون. والله ما ادري عارف الانجليزي. بيزون. بيزون وروزون. يوم ثقيل كان. سلطان ما درست برا السعودية انت؟ خلي شوف يقول جاي من برا السعودية. هدوء حياته يقول شهر ونص في اندونيسيا. ايش عندك في اندونيسيا؟ قال الحالي تمشي. مو الحالي قلت لك انا واخوي تمشى. لكن يا ولد ما شاء الله عليه انا في التمشي لازم معك اثنين ثلاثه عشان تونس تضحك تستانس. تمشي والله العالميه عند العصيمي. ارحب يا ابو لاب. تصدق اني من حبي لك قلت لازم تحطون انا وياه الاسبوع الجاي مع بعض في المطبخ. والله ما فيها يعني ابشر بي ضد من؟ ابو لافي طباخ. ودي انا وابو هذال. اوهو اي انا خابرك تقول ترتخي. صام خروس انا احب العلم. ايه هذا الكلام. اجاك كاي. لا بشرك. ابد اقول خلني اونسك خابرك ذا الحين يمكن ضاق خاطرك ما نبي خصمك. افا لو اني خصمك كان علوم. أفوز ضامن معكم ولا معنا؟ يا سلام. محمود معنا. الفنجان مشروب. المهم ان الفناجين من شربه. لا غنى توقع بدك كيلو. وما خابوني مهند الفيصل. يوه الاثنين لا عاد ما يعرفون كلهم ما يعرفون يطبخون. مهند معنا. ايوه هذا اللي ما اتفقنا عليه. ايه ليه؟ ما قدر شخبوط. شخبوط. هلا. قول الاثنين ضرب ضدي. بهذال وانا بكري وانت ارخ شوي. بهذال اخصامنا عنهم ذاله. مشروع يا رجال اسمع يا اضرب الدنيا بقلب المريخ يا ابو هذال. صحيح ان والله ما لهم معنى معش. صحيح ان نغليكم ونحبكم يا ابو هذال لكن الفوز في ذا الشنب. اوه ابو مش قلبك الفضيخ ذا والله. اه عمر ها. عمر والله فرقونا. ما ابو هذال اسمع اما لو ما انت موجود ايه فعلا والله بنثني وبرد لكن لا حضر الماء بطل التيم. لا والله ما عليك انت عدى. انت الكبير يا طويل العمر والعلم عندك وذا الحين تعال من تورب واقسم لي من البسكوت ذا. عطنا كتاب صامن اني اقسم لك. اي والله اقسم لك والله صامن يا رجال معنا الا ذا البسكوت. عطنا دقيقه والله ما اعطيك هي باليسار يا فهد اصبر. لا لا هات هات لا والله سم انا بس عشان ترى ثقيل من اللي فيه. اوكي عشان كذا طلبته. ها ها صار انت والاخصام. الاخصام لا تعال لا تشيل لا لا تشيل لهم بدل ما حد يا ولد شماغي وين راحت يا ريت عندك 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 وين العلوم مالته شماغي هي خبره هنا يا اخوي. تعال مو معه تعال مو معه وش التكييف عندك يا شخبوط ثلج شخبوط التكييف عندك ثلج مره البيت لو كنا بيجي هنا ها براد هنا عندك عندي مكيف ما نبي ها مكيف ما نبي يا ولد. شوف شخبوط تدري شو مشكلته؟ براد مكيف عندك شخبوط قوي مشكلته؟ لا يا ولد مكرونه البشاميل دي ما اعرف له هي طبختنا هذه مشكلته. يا رجال احنا ما نبي طابخين اصلا من قال لك انه بنطبخ؟ انه بيعطونا الجائزه كذا. نعم جمهور شخبوط معطيه 1000 نقطه. ليش تهربون؟ وراه جيش هذا وراه جيش يا رجال ما هو الحاله. قل له حاسبين الفوز من قبل نمشي له. بس ابشرك خلنا نهديهم ذا الحين هم ذحين فيهم راعه انهم مو بخصامنا. والله العظيم يا فهد ابو بسر خلهم ياخذون نقاط على طالبك. انجينا معهم يمكن نصف الطلب. طيب دقيقه انت انت فزت قبل ولا ما فزت؟ انت كنت انت ومن؟ طيب انت كنت انت ومن؟ أسامة ضد من؟ ضد وليد ومهند. مهند؟ من أول ال 400 في جيبه. غير يوم تلعب ترى 20 أخذنا 290 ايش رايك؟ حلو ركبوا. والله أنك ما قصرت صراحة لكن ما قصرت. لا احنا أخصامنا بخيت ومهند. لا والله ودي اثنين هذول عشان الظاهر أقوى معركة نارية في المطبخ معركتنا أنا وفهد مع إبراهيم وفيصل لأن تعادلنا ما حد طلع مهزوم. لا
تكلمت فيها اسمه، تكلمت فيها الجرائد، نعم، تكلمت فيها الصحف، الصحف العالمية والعربية اليوم.